يعني استغلوا الفرصة انه الناس كلها عم تحضر كأس العالم وكلها عم يتابع مشان يعبروا عن رأيهم ضد الاستبداد والظلم اللي عم يصير وقمع الحريات. النظام الإيراني يعني ما بيختلف نهائيا عن نظام مجرم نظام الأسد. المنتخب الايراني هذا موقف كثير مشرف بالنسبه للاعبي يعني، واكيد هذا الشيء راح يلتاموا عليه من قبل النظام تبعهم لانه نظام قمعي وفاجر مثل نظام الاسد عندنا. وهلا بالنسبه كمان للايرانيين هلا يعني لا تفكر راح ينفذوا هذا من الموضوع، هذول انظمه قمعيه يعني.